واش عنده ولا ما عندوش، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. اغلبيه الناس الا جينا نسولوهم غايقول لك ما عندناش، وفعلا الا جيتي تشوفي اغلبيه الناس ما عندهمش. اغلب الناس هذوك اللي ما عندهمش راه ما تيبانوش، واللي عندهم راه فيما تدوري تتلقايهم. واقف اختي فهمتيني، كاين اللي عباد الله فهمتيني كيعطيوهم والثالثة ما عطاو لهم ما والو، فهمتيني، وكاين اللي ما عطاينهم ما والو، كاين مقدم كاين قايد كاين بزاف الحوايج، راه كيعرفوا بزاف الحوايج باش فهمتيني. خاص بحال هذوك اللي ما عندهمش لاكارت، اللي ما عندهمش الراميل، حتى هما يستافدوا، حتى هو راه مواطن راه تيعرفوا اللي حقه والواد، ملي كيبغي كيدير شي لعيبه كتعرفوا كديو الحبس، اما باش تعطيو رزقو باش يعيش ما يعيش يموت. الجوامع بعد الكورونا حنا ما شفنا حتى واحد طاح، شفنا جيوبنا اللي طاحوا وصحتنا اللي طاح، ما حنايا الناس على الفلوس جات الاولى والثانيه والثالثه والرابعه جايه في الطريق. انا ما شديت لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه، من الناس يعطيوني والله اللي تعطي والله اللي ترزق. كاينين اختي فهمتيني، كاينين شي عيالات وشي والدين اختي راه بحال والدينا، شحال انا مثلا الوالد ديالي انا تيبيع الديطاي اش غايدير، حنا السد نفوس فهمتيني، راه ما كاينش البديل اختي. كاين اللي كتبيع الملح فهمتيني باش تصور لقمه الحلاله على قبل الغفران، كاين اللي كيجريو عليها كاع، كاين اللي كيدي ولا ديالها هذيك الملح مسكينه هي شاريه برزقه وغتربح فيها 2 دريال 4 دريال، تيدي ولاه بتاتا ما كتربحش حتى ديك 4 دريال فهمتيني اختي. ضاربه كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده الساروت وما عندوش الشرجم، كاين اللي عنده الشرجم وما عندوش الساروت، كاين اللي كاري 500 درهم وجايبين ليه 16000 وجايبين ليه الموطو في 2000 درهم، ماشي حشومه الناس باش خدامه، الناس ما خدامه والو، دير الكروسه بنادم ديال الربيع. اش غادي يصور في هذيك الكروسه تربح 80 درهم غيوكل فيها الست الاولاد؟ طالبوا اللي عندهم الفلوس ما يعطيوهمش ما يصيفطوهمش لهم، وكاين اللي عنده الفلوس وشاد ثلاث مرات اربعه المرات طلبوا منهم قبل ما تعطي للبشر عرفوا التيتر ديال عائلته منين جا. انا ما غنجي انا نعطي لواحد التيتر ديال عائلته عنده الملايير يتحرق ميته، عندنا حنا الله سبحانه وتعالى يا والدينا اللي غادي يشوفوا فينا ما عندنا، عندنا شي حباب الله يخليهم لينا.